بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. النهاردة يا جماعة أعمل لكم تقرير بأسعار الغنم والماعز، بس أنا قبل التقرير ده معايا ناس حبايبي، المعلم حسام. يا جماعة الفرح بتاعه خلاص، يعني إيه أول الشهر الجديد بإذن الله بالصلاة لحضرة النبي، وعايز يعزم الناس كلها، حبايبنا بحري وقبلي وأسوان. معلم حسام العريس، ازيك يا باشا؟ كل سنة وانت طيب ومبارك عليك ان شاء الله، وربنا يتمم على خير. ابو حسام باشا الحج، يا ابو حسام يا جماعة، ابو حسام ازيك يا حج؟ مبارك ان شاء الله وربنا يتمم على خير وعقبال الباقي ان شاء الله بالصلاة على النبي تبارك الله. الفرح امتى يا معلم؟ 2 و3 و4 1 2024 السنة الجديدة، والجماعة بيعزموا الناس كلها يا جماعة، صح كده حج؟ حبايبنا الدعوة عامة للجميع. أبو زياد الغالي الدعوة عامة للجميع، في عشاء عنديكم؟ لا يجيب عشاء ما هو يجيب عشاء معاه يا عم. في يا أخي حتى بخيل في فرحك يا أخي، يا أخي بطل البخل يا أخي، يا أخي بطل البخل، ده بإحكام عجل. واحده الصبح والله، والثانيه بيشتروها لسه. يعني جبت عجل النهارده ولسه بيشتروا عجله. يعني عجل وعجله، يعني في لحمه في الفرح. في لحمه احنا بنهزر يا جماعه. ان شاء الله ان شاء الله 3 ليالي ربنا كده يجعلهم كده على خير يا رب. الله يوسع عليك، الله يوسع عليك ابو حسام، ربنا يتمم على خير باذن الله. حبيبي حسام كلمتين كده، طب حلوين للناس اعزمهم كده. والله الناس دي فوق راسنا من فوق. ما تاخروش اخواننا، بس ما اقدر اقول، مش عارف اقول كلام. يعني الدعوه عامه للجميع. الدعوه للجميع بالصلاه على النبي. والعلم الكبير كمان بالصلاه على النبي تبارك الله. كل شرفنا يا حاج، الله يوسع عليك. طب العلوان فين يا معلم؟ بلانا اول. أيوة. جنب ايه هناك؟ جنب الجرمانيه. جنب الجرمانيه. دوار دار الطريق البرهاميه. الطريق البرهاميه يا جماعه. الاربع الجاي والخميس الجاي. الثلاث الجاي والاربع الجاي والخميس الجاي، ربنا يتمم على خير باذن الله. مع الفرقه السودانيه برضه، والفنان يونس البرسي. الفنان يونس برسي. الصلاة على النبي تبارك الله. مبارك عليك يا عريس. مبارك عليكم ان شاء الله. على خير يا رب. ان شاء الله ابو زياد، وعقبال اولادك ابو زياد. الله يوسع عليكم. الله يوسع عليكم. دي يا جماعه دعوه فرح حسام موصيني عليها بما يرضي الله. والدعوة عامة للجميع، الصلاة على النبي تبارك الله. كده التليفون يا معلم، عشان الحتة اللي مش هيقدر ياي يبارك. 011 52 4 6 0 4 2 7. الفرح يا جماعة 2 و3 و4 1 السنة الجديدة، وكل عام وأنتم بخير. مبارك حسام، مبارك إن شاء الله أخويا. 4 شهور. اهي اول عنزه معانا، عشر يا جماعه تبارك الله، عشر بتاع 4 شهور. ايه سنه معاه؟ سن فرادي. معاه فرادي يا جماعه، عشر عظم. انا ماسكه يا جماعه بمرض الله. كام الفلوس عم نجا؟ 35. 35. والتليفون كام؟ 011 57 07 4525. الله يوسع عليك يا حج. هي يا جماعه عنزه 10 4 شهور. تعال كده يا بابا، عنزه 10 4 شهور مع من الجاره. صباح الفل يا باشا، الاخبار؟ الله يبارك فيك. الصلاة على النبي تبارك الله. دول بكام تقادم دول؟ ايوه قول. 3 مع بعض. 3 مع بعض. نزل الثالث، نزل الثالث، نزل الثالث، بدل ما اجيبك في الفيديو. بكام دول يا محمد؟ دول اساسيين يا عمي، اخذناهم 1050 عند الحلال. 1050 داير؟ 1050 داير. يعني الوقت اللي بيرضع بيجيب 1000 جنيه؟ الدنيا تغيرت يا عمي، الدنيا غير الدنيا يا خالد، ولا الدنيا غير الدنيا. جيت في سوق الفتوى 25000 مش 30000. 25000؟ ايوه 25000، وعن سير 10 اخذنا عن شحات في 30000. يعني دي اسعار حقيقية؟ مش عايز تظهر انت. خلاص 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 ماشي. انا ما اعرفش، انا عايز افرج الناس الاسعار. انا افرج الناس الراجل الطيب. الاسعار تغيرت. بس الاسعار تغيرت. ده غلى. يعني ده ب 1050؟ ايه ده؟ ده ب 1050؟ ده كان ب 3. كان ب 300؟ بس. والله كان ب 70 جنيه. ما تدفعش جنيه، لا ب 3 اسبوع الشهر اللي فات. الشهر اللي فات كان ب 300؟ ما ليه الاسعار دي يا عم الله؟ ايه ده؟ طيب ما نعرفش احنا، الدولار تغير. ولا احنا لما بننزل عرض على القناه بقول لنا غالي ليه؟ طيب يا اخواننا طيب. والله العظيم ان شاء الله. ايه الحياه الحلوه دي؟ مش هصورك انا. بكام دي؟ بكام دي يا عمده؟ بكام دي يا عمده؟ بكام دي؟ 75؟ 85 الاثنين. دي 10 دي ولا ايه؟ الصلاه على النبي، دي 10 يا جماعه. 85 الاثنين هم مع بعضين. تفرج يا اخواننا على الاسعار.
والنبي يا جماعه الناس اللي بتقول ان الحاجه غاليه غاليه، انزل مشي رجلك على السوق، شوف السوق عامل ايه، شوف السوق عامل ايه. ايه تحتيها النعجه يا معلم؟ تحتيها حمل يا مدير. كم بالصلاه على النبي؟ بالصلاه على النبي اللهم صل على سيدنا النبي 78.5. 78.5 والسن رباعي. رباع السن 78.5. والحليب مر. والحليب مر يا بتحلب من غير عين ها. ب 8000 الا 200 يا جماعه، 8000 الا 200. الله ينور عليك. كم تليفونك لحد عزان؟ والله انا التليفون ما جبته. مش حافظ. اه ماشي يا عمده ماشي. بكام دول يا معلم؟ يا ايه الاخبار؟ 46 و35. 46 ذكور ولا نسي دول؟ لا الدول ذكور ودنتاي. 46 الذكرين. اه والنتاية؟ 35. 35 اهي يا جماعه. شايفين ام 35 ودي 46. وربنا يصلح الحال. المزرعه. المزرعه باش. كم اخذته يا معلم؟ استنى خلينا نصور الناظر، خذ الناظر تعال صور الناظر. تبيعه ب 1000؟ طب ب 1500؟ طب ب 16 تبيعه؟ اما الثلاث جديان دول، الاربع جديان دول مع بعض يا جماعه مع المعلم شادلي ب 8.5 عليهم فلوس. عليهم فلوس 8.5. يعني الواحد ب 2125 جنيه. 2125 جنيه. شايفين ابو 2000؟ يعني والله العظيم لو ذبحته ما تلاقي فيه ال 2125 ولا ال 2000 ولا ال 18. صلى على النبي على المال الطيب يا عم. والله بالصلاه على النبي تبارك الله. 10 دول يا معلم. 10 يا معلم. 13؟ لا دي مش تبع دي. الصلاه على النبي تبارك الله. 10 السلام عليكم. ماشي فينها؟ 12 واحدة فاضية؟ كامل 12 دولة؟ 23. الثلاثة؟ الاثنين مش الكبير يا رايق. الاثنين ب 23000. الصلاة على النبي يا عم. يعني وحدتهم 11.5 ولا 12 و11؟ كم؟ 13 و10. الصلاة على النبي. هذه ب 13000 ودي ب 10000 يا جماعة. ال 22 كبيرة. ودي فاضية؟ كم دي يا معلم؟ 65؟ حلوة دي 65. ظهرها فاضي شوية. ظهرها فاضي شوية. فينها؟ وراني. ماشي الصلاة على النبي. ايش سنة هي العنزة دي؟ عنزة. الصلاة على النبي. قافلة يا جماعة، قافلة على الأول. تبارك الله. تحتيها ثلاثة دي يا جماعة. دول انتيتين، دول انتيتين، والجدي الأبيض دي مشي كده معلم. كان في جدي ثاني برضه ايه تحلل. كان في جدي ثاني ذبحوه. هم يا جماعة بالصلاة على النبي مع المعلم محمد. تحتيها ثلاثة. الأم 10 بيقولوا. العشر شهر ونص يعني هنبيع على الفاضي يا عم محمد بصراحة. اه تبارك الله. كام الفلوس يا معلم؟ 12000. الصلاة على النبي. فلوسها 12000 والبيع فيها والشراء بالعرق. كام التليفون؟ 03 وحايد 845 1787. ماشي يا معلم محمد. اي يا جماعة تحتيها ثلاثة و 12000 فلوسها والبيع والشراء فيها بالعرق. والنعجة دي معاك؟ نعم 65 كسر 4. 65 تحتيها ايه؟ ذكر. تحتيها ذكر ب 65 سوداني يا جماعة. الصلاة على النبي. ماشي يا عم محمد، شكرا يا باشا. الصلاة على النبي تبارك الله يا عم. عشر نعاجك. الصلاة على النبي. تبارك الله. تبارك الله. اللهم صل على النبي. والله بالصلاة على النبي يا عم تبارك الله. أهم حاجة، أهم حاجة السن. السن أربع سنات عيل برضه. أربع سنات. لا حلو كويس. كسر من الجوع برضه طلوبة. ورينا كده السن. ورينا السن. فرجنا على السن. هذا السن أهو. الصلاة على النبي تبارك الله. هذا يا جماعة فراد يا معلم. فراد. الصلاة على النبي. كم صلاة النبي؟ برضه عشان خاطر الحاج أحمد ناس سوهاج. صلاة على النبي.
رقم الحظ والله. والله كام الفلوس طيب؟ فلوسه كام؟ صلاة عليك. الفلوس من 13 و200 لكن احنا عايزين 17000 بالعرق لعيب والله. والله قول قول يا جماعة الله يقول تبارك الله. 13 و200؟ 13 و200 13 و200 بالحلال يا جماعة. واللي معاه قاعد يطلق عليها يجيبها. صلاة على النبي يا عم. حافظ التليفون؟ لا والله يا عم. ليه؟ والله ما حافظ. ملينا انت تليفونك. دي رقم. لو حد عايزه. الله يسهل لك الحال يا عم. الله خروف زين قوي. معنا محمد خبرك. ايه هي؟ دي ساعية غنبة دي. تعال. السلام عليكم. تبارك الله. غول يا جماعة، والله يا جماعة مظلوم في الكاميرا بما يرضي الله عن الطبيعة اللي أنا شايف اللي أنا شايفه فيها. ما شاء الله تبارك الله. قافلة طبعاً دي. قافلة. تمام. لكن سنة نظيف ومولود ذكر وانتهي بالصلاة على النبي. تبارك الله. والفلوس؟ والفلوس فيها بيع وشراء ب 11 ونص. فيها بيع وشراء ب 11 ونص. كده بيشتروا حقهم ما بعرفوش. يعني هي عليها اصلا؟ عليها 11 ونص. تحتيها الذكر والنتاية دول. 10000. في حاجة ثانية معاك؟ في حاجة ثانية معاك؟ انا واحدة ثانية كاسرة جوز. والله يتصبي يا عم احمد عدرك الفلوس. الصلاة على النبي حلوة يا عم. والله يقوم لبن فيها. حلوة تبارك الله. 11 ونص تحتيها الذكر والنتاية دول. هذا خليه يضرب عليها ده والله. بيضربها يا تنجح كن انت. دي كسر يوز؟ دي كسر يوز. بكام دي؟ دي 53. الرخيص ما تلاقوش غير عند الحاج حسين. 53. الرخيص تلاقيه عند الحاج حسين. السن الجوز واحد. الصلاة على النبي. واحد وراه ذكر ابو حميد. بالصلاة على النبي. السن ايه علي؟ الأول. الصلاة على النبي تبارك الله. دول سبع نعاية يا جماعة. للي عايزهم في أي مكان. عروض الغلابة يا جماعة. دول عروض الغلابة. دول سبعة. في واحدة تحتيها ذكر والباقيين تحتيهم نتاوي. اهو. الصلاة على النبي تبارك الله بالصلاة على النبي. اهم يا جماعة. هذه المال كله. دي نعاية يا جماعة. نعاية اللي هي البرقية. سبع نعاج. واحدة تحتيها ذكر والستة تحتيهم نتي. كل واحدة تحتيها نتاوي. اهم الصلاة على النبي. كام الفلوس ابو حميد؟ الفلوس يا جماعة 6000 فلوسهم داير والبيع والشراء فيهم بالعرق. ب6000 الداير بتاعه. اللي محتاج يمرن علي 010-15-420-713 010-15-420-713 ارخص عروض في الصعيد يا جماعة. سبع نعاج والدين تحتيهم سبعة ب6000 داير. دي فلوسهم والبيع والشراء بالعرق. محتاجهم في اي مكان رن علي. تاي ترفعهم مباشرة تحت امرك. مش تاي ترفعهم تحول لحقهم انا ببعتهم لك لغاية باب بيتك. اهم يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله. وهذه المواليد. هذه المواليد. هذه المواليد. ما شاء الله تبارك الله. قولوا رقم تاني 010-15-420-713 سبع نعاج واحدة تحتيها ذكر والستة تحتيهم نتي. مزرعة كاملة يا جماعة.